بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: ما سر زهدك بالدنيا؟ فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول في الحديث الصحيح: كنت نورا صلى الله عليه وسلم، كنت نورا يرى في جبهة أبي آدم، وظل النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية حتى وصل إلى عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومشى على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طريق النور. برحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتتضح على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. حلقتنا النهاردة متميزة جدا. حلقتنا النهاردة بنناقش فيها موضوع مهم جدا هنتكلم فيه كده هذا الأسبوع والأسابيع القادمة إن شاء الله، وهو موضوع الزواج في الإسلام. إزاي الواحد يختار زوجته؟ إزاي البنت تختار زوجها؟ الخلافات الزوجية، آداب الخطوبة، هل الخاطب له حق على البنت ولا هو مجرد إنسان أجنبي عنها؟ إزاي نمنع حالات الطلاق الكثيرة اللي بيتعرض لها المجتمع، خصوصا إذا علمنا إن عندنا حالة طلاق كل دقيقتين و30 ثانية حالة طلاق، ودي كارثة كبيرة جدا لازم نبحث لها عن حل. الزواج هو أولا الميثاق الغليظ، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج النظام العظيم اللي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لتكوين أسرة صالحة، والمجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وطبعا إذا صلح المجتمع كان في أمن وفي أمان بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث أيها الأحبة المشاهدون عن الزواج، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، الزوجة مخلوقة من ضلع الرجل، حواء خلقت من ضلع آدم. القصة والحكاية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ربنا قال لنا خلقكم من نفس واحدة. ابن عباس فصلنا الكلام ده بيقول لك ان حواء وان ادم كان في الجنة وكان عايش وحيد، فيعني القى الله عليه نوما فنام، فخلق الله من ضلعه الايسر حواء، وامر الله الحور العين فزينوها، فلما رآها ادم قال لها: من انت؟ اسمك ايه؟ قالت له: حواء. قال لها: لماذا سميتي بهذا الاسم؟ قالت له: انني خلقت منك يا ادم، خلقت من حي. قال لها: طب تعالي لي. قالت له: لا، انت الذي تاتي الي. ومن يومها الرجل هو لابد يذهب الى المراه، المراه يبقى في قلبها حالات اضعاف ما في قلب الرجل من الحب، ومع ذلك لابد ان يذهب هو اليها ويطلب يذهب.
فذهب إليه آدم فناداه الحق سبحانه وتعالى: يا آدم كيف تذهب إليها قبل أن تدفع مهرها؟ نحن هنا في الدنيا نتعامل بالجنيه وبالدولار وباليورو وبالعملات اللي احنا بنتعامل معاه، لكن أهل السماوات تعاملاتهم تسبيح لله سبحانه وتعالى. تاني، تعاملاتهم لله، أهل السماوات تسبيح لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال له: يا آدم مهرها، مهر حواء، أن تصلي على حبيبي محمد 10 صلوات. معقولة؟ مهر حواء 10 صلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من ترضى دلوقتي إنها تتجوز ب10 صلوات؟ صعب قوي مسألة. لكن حواء اتجوزت ب10 صلوات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا آدم كان يتزوج فقال الخمسة الأولانيين وتوقف، فقال له الحق سبحانه وتعالى: هذا هو مقدم الصداق. وبعدين قال الخمسة التانيين، فقال الحق سبحانه وتعالى: لا، هذا هو مؤخر الصداق. ومن هنا جاء سنة مقدم الصداق ومؤخر الصداق، وعاش آدم وحواء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. خدوا بال حضراتكم يا جماعة، ربنا ما قالناش لتسكنوا عندها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو قالينا لتسكنوا عندها لكان السكن ماديا ساعة 2 3 وتمشي. ربنا يقول لك لتسكنوا إليها، يعني الزوج يعود وهو مرهق ومتعب من عناء العمل وزحام المواصلات والكد والكدح وما إلى ذلك، بحثا عن لقمة العيش، فتقابله الزوجة بابتسامة حانية فتخفف عنه عناء ومتاعب الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. عايز أقول لحضراتكم، لكل شايفنا دلوقتي، البيوت لا تبنى على الحب وحدة، ولكن تبنى على التودد والتذمم والتراحم وحسن العشرة، وإن كل طرف يتحمل الآخر حتى تسير سفينة الحياة. عشان كده بنلاقي السلف الصالح كانوا عايشين حياة آمنة مطمئنة وترضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده وجعل بينكم مودة ورحمة، فالمودة درجة أعلى بكثير جدا من الحب. صحيح الإسلام لا يهمل الحب، حب شيء عظيم جدا وأكبر قيمة إنسانية وأعظم قيمة إنسانية الحب، لكن الحب لابد أن يؤدي إلى الزواج، فإذا أدى إلى غير الزواج فهذا بعيد تماما عن منهج الله سبحانه وتعالى. وخلينا أحكي لكم كده بسرعة، تصوروا حضراتكم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قعدت مرة كده مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بتناقشه في إيه؟ سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بتناقش خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا ترى بتناقشه في إيه؟ بتناقشه في الحب. طب هو الرسول فاضل الكلام ده؟ ده دلوقتي مثلا واحد يعني يقول يعني لما يقعد يتكلم مع مراته ما حدش فاضي يتكلم معاها في الحب ولا يقول لها كلام طيب وما إلى ذلك. يقول لك هو حد بيقول لمراته يعني بيكلمها في الحب؟ ده الناس مشغولة. لكن شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتناقشه في الحب، هو رسول مشغول عنده اهتمامات كثيرة جدا، مشغول بهموم أمة، ومع ذلك السيدة عائشة سألت له: يا رسول الله هل تحبني؟ قال لها: نعم يا عائش أحبك. جاوب على طول، قال لها بسرعة: نعم يا عائش أحبك. فقالت له: يا رسول الله كيف حبك لي؟ أنت بتحبني قد إيه؟ زي أي زوج كده ما تسأل زوجها كيف حبك لي؟ فقال لها: يا عائش حبي لك كعقدة الحبل، ما تتفكش بسهولة. شوف الجملة الجميلة، كعقدة الحبل ما تتفكش بسهولة. يا ريت الرجالة اللي شايفينها دلوقتي في البيوت واللي شايفينها في كل مكان يقولوا لزوجاتهم كلام طيب. عايز تنجح في تعاملك مع مراتك استخدم ودانها، قول لها كلام طيب. ما هو علمونا في الأزهر يقول لك إذا ما قدرتش تملى جيب مراتك بالفلوس املى دماغها بالكلام، لا أنت مالي جيبها ولا مالي دماغها، هيترتب على هذا مشكلة كبيرة جدا. سيدة عائشة رضي الله عنها الرسول قال لها: يا عائشة حبي لك كعقدة الحبل ما تتفكش بسهولة. كل يومين ثلاثة السيدة عائشة بتملى البيت بهجة ومحبة وفرح، وتقول: يا رسول الله كيف حال العقدة؟ العقدة عاملة معاك إيه؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبها ويقول: يا عائشة ما زالت في مكانها. درس لكل السادة اللي شايفينا برضو دلوقتي، يا ريت نبتعد شوية عن النكد، يا ريت نبتعد شوية عن الغم، يا ريت نبتعد شوية عن إن الدنيا كاتبة مسألة صعب الدنيا على بعض. لا، مهم جدا إن الزوجة يعني دايما تساعد زوجها وإنها تقويه. شوف السيدة خديجة قالت لرسول الله: والله ما يغزيك الله أبدا، وريح لا زملوني
تخيلوا لو سيد لو راح راجل راح لزوجته دلوقتي وما بيترعش ولا زنبلين زي هتقول له يا فرحتي انت انا بحتمي فيك انت عايز انا اللي احميك. لكن شوفوا السيده خديجه رضي الله عنها قالت له والله ما يخزيك الله ابدا. عندها ثقه في ربنا. الست الصالحه بتدعم جوزها، الست الصالحه بتقف جنب جوزها، الست الصالحه بتخفف على جوزها. عشان كده لقينا السلف الصالح رضوان الله عليهم حريصين هم يختاروا زوجه من اصل طيب. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: تخيروا لنطفكم فان العرق دسات. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الزواج نظام عظيم لكن لا يفسده الا المتزوجون. اما ان الزواج نظام عظيم لان اللي عامله مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اما لا يفسده الا المتزوجون بعدم مشيهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجه. بعض الزيجات دلوقتي للاسف الشديد بقت صفقات استثماريه. بقول تاني بقت صفقات، بعض الزيجات صفقات استثماريه. ليس الهدف منها تكوين اسره بقدر ما الهدف منها تحقيق اكبر ربح. ممكن زوج يدور على واحده عندها فلوس وعندها طين ويتجوزها عشان طينها والاراضي يعني والبيوت عشان طينها وعشان فلوسها. وبالعكس برضه ممكن ست تدور على راجل عشان فلوسه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتبقى اخر حاجه في اهتماماتهم الحياه الزوجيه التركيز على المال وحده. ده بيؤدي الى متاعب وبيؤدي الى مشاكل وبيؤدي الى منغصات. عشان كده تعالوا بقى نقول لحضراتكم الأول كده واحدة واحدة في وقتنا إزاي الواحد يختار زوجته، إزاي البنت يختار زوجها. أو السؤال تاني مهم قوي، البنت لما يجي لها عريس تعمل إيه وتتصرف إزاي؟ تعمل إيه وتتصرف إزاي لما يجي لها عريس؟ طبعا تقول لولي ولي أمرها هو اللي هيسأل يعني. أو البنت لو ارتبطت بولد حبيته مثلا تتصرف تروح تتجوزه من وراء أهلها؟ لا، عملت جريمة. لكن لازم تقول لولي أمرها. ده اللي علمهنا القرآن. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ جبته من السيدة صفراء. سمعتوا عن السيدة صفراء؟ دي ابنة سيدنا شعيب. ربنا اتكلم عنها في سورة القصص. لما سيدنا موسى عليه السلام كان في طريقه إلى هذا البلد اللي هو مدين، وجد امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ بتعملوا إيه يعني؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا موسى بهذا الدعاء المهم جدا. وده بقول لكل بنت ما اتجوزتش، كل بنت شايفاها دلوقتي ما اتجوزتش، كل ست ما فاتها القطر ما اتجوزتش ما لحقتش تجوز أو بتحتاج إلى زوج، كل ولد كل ما أروح ليخطب واحدة الدنيا مش ماشية، يعمل إيه وتصرف إزاي؟ أنا النهاردة يا جماعة أجيب لكم دواء من الصيدلية القرآنية. الدواء ده إيه؟ دعاء موسى عليه السلام. يا كل بنت عايز عريس عليك بهذا الدعاء اللي هو ايه بقى؟ اللي هو: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. دعاء تاني في سورة القصص صفحة 3: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. لو قراته البنت بنية خالصة لله هيجي لها العريس. لو قرأه الشاب بنية خالصة لله سبحانه وتعالى اكيد طبعا هيجي له، هيلاقي كام عروسة يتزوجها بإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهو على كل شيء قدير. عايز أقول لكم أن السيدة صفراء كانت معجبة بموسى وراحت لوالدها وقالت له، بس ما قالتلوش يعني جوزهولي، لكن بطريقة تلميح للتصريح. يعني من البنت تكون مرتبطة بحد تلمح، لمحت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. علامة قوته إن يعني ليه قالت قوي أمين؟ علامة إعجابها بيه قالت عليه إن هو قوي أمين. قوي إنه حمل حجر لا يقدر على حمله 10 رجال لوحده. وأمين إن الهوى بيعبث بسبع، فلا لا انتظري ومشى قدامها ولا أشيري إليها بحجر أو طوبة وما إلى ذلك. وده يدل على عفافه وأدبه وحفظه لبصره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فطبعا السيدة صفراء ابن شعير ارتبطت بموسى: يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج وتزوجها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالبنت لما ترتبط بحد الحب مش عيب ولا عورة، تقول لولي أمرها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:
أمر النساء في بناتهن. تقول لك أنا كسف أقول لبابا، لا خلاص بلاش بابا، قولي لماما، وماما هتبلغ بابا، وإن شاء الله اللي تلاقي حد كويس زوج صالح بيعرف ربنا سبحانه وتعالى اليومين دول تعض عليه بالنواجذ. في الحقيقة الموضوع طويل، وعندنا عايز احكي لكم ازاي السلف الصالح كانوا بيتجوزوا، ازاي الشباب كانوا بيخطبهم، ازاي البنات كانوا بتخطبهم. احكي لكم حكايات ناخد منها الدروس والعظات والعبر. ملف مهم جدا، ملف الزواج ده والخلافات الزوجيه والطريق الى السعاده الزوجيه. اعتقد احنا محتاجين كلنا يعني ان بيوتنا تبقى مليانه فرحه ومليانه بهجه ومليانه طاعه لله سبحانه وتعالى. معايا اول اتصال تليفوني، استاذه اسماء من الدقهليب. يا اسماء السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا بيك يا اسماء، اتفضلي اسمعي. بقولك يا دكتور اسالك سؤال، ومن الناس اللي هي بتسب الدين دي؟ يعني ما اعرفش والله، الله يرحمه كان بيقول لو واحد شتم ربنا 100 مره لو هو جاي ربنا هيتقبل منه. معرفش ده ليه توبة ولا مش ليه توبة، معرفش. بسألك السؤال ده يعني. بسألي عن حكم الدين، حكم اللي بيسيب الناس اللي بيسيبوا الدين. اللي بيسيبوا الدين. ايوه. طيب مين اللي بيسيب الدين عندك؟ لا معرفش، كان في واحدة أختي يعني عندها وسواس قهري. مريضة يعني. فسمعت حد بيقول ده شتم ربنا، فهي اتهوست بالكلام ده. طيب حاضر يا فندم، عندك سؤال تاني؟ هو صح المتوفيين بيحسوا كده ولا ايه بالظبط؟ وصح لما بنزورهم في المقابر هم بيبقى فرحانين ولا؟ حاضر حاضر يا فندم، حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. اجاوب على السؤال بسرعه جدا عشان عندنا اتصالات كتير، واحنا في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حطيتها على الشاشه قدام حضراتكم. الناس اللي بتسب الدين دي ناس بعيده تماما عن منهج الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز سب الدين على الاطلاق. اي دين، الاسلام، المسيحيه، اليهوديه، اي دين لا يجوز سب الدين على الاطلاق. اللي بيعمل كده ده بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى، عليه أن يرجع إلى الله وأن يستغفر ربنا سبحانه وتعالى على ما فعل، لأن دي يعني شيء صعب جدا. وطبعا بنطالب بتوقيع أقصى العقوبة الدنيوية على أي حد يسب الأديان أي دين، وعذابه هيبقى شديد في الآخرة، لأن الأديان جاءت لهداية الإنسانية ولهداية البشرية. فمهم جدا أن احنا يعني لا نسب الأديان، ولكن دائما لأن الأديان هي اللي بتقودنا إلى طريق الله وبتقودنا إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السؤال الثاني المهم جدا، الميت بيحس بينا؟ يعني احنا لما نروح نزور الميت في التربة بيحس بينا؟ بيروح وبتجينا؟ عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، بجاوبكم بحديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ما من مسلم يزور ميتا الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. يعني انت بتروح تزور حد السلام عليكم، روحه بتيجي. طب الروح فين بقى؟ لو حتى بتسبح في عالم الملكوت الاعلى، الروح ما عندهاش حواجز مكان ولا حواجز زمان، فتيجي في التوه لحظه وترد عليك. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، قالها ابن القيم كمان في كتابه الروح. ابن القيم بيقول ان ارواح الموتى بتصرف من قبورها ليله الجمعه، يعني ليله يوم الخميس، النهارده الخميس المغرب او المغرب جدا، ارواح الموتى بتصرف من قبورها الى الارواح المحبوسه، وتيجي على البيت، البيت اللي فيه الاولاد في العيله في الاهل، وتسال عن كل شيء. طب بتسال مين يا ابن القيم؟ قال ابن القيم الروح بتسال حتى عن قطه البيت، بتسال الحفظه الملائكه الموجودين في البيت، بتساله بتطمن البنت اتجوزت ولا لا، الولد جاب مجموع في الثانوية ولا لا، زوجتي بعد مني اتجوزت ولا لا. بيجي بتاعت الروح ليلة الجمعة وتقعد لغاية يوم الجمعة العصر وتسأل عن كل شيء، لدرجة أن ابن القيم يقول أن روح الميت تسأل حتى عن قطة البيت، القطة اللي موجودة في البيت عاملة إيه، كنانة، بتسأل عن كل حاجة. وبعد ما تقول كده وتنادي الروح، الروح بتنادي في البيت جوه البيت ليلة الجمعة النهاردة بالليل، تنادي الروح، تنادي الروح تقول ايه بقى؟ تنادي الروح بصوت يسمعه كل شيء في الكون ما عدا الانسان، صوت يسمعه كل شيء ما عدا الانسان ولو سمعه لصعق. بتقول ايه الروح؟ يا اهلي يا اصحابي يا احبابي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. معانا مين يا فندم؟ صفا من اينا، اهلا وسهلا. مصطفى من اينا، استاذ مصطفى.
يا استاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ مصطفى، اتفضل يا فندم اسمعك. حضرتك يا باشا دلوقتي بتتكلم عن الزوجه الصالحه وكده. نعم. حضرتك بتتكلم عن الزوجه الصالحه والزوجه الكويسه و تمام والمشاكل والنكد والكلام ده حضرتك. نعم. حضرتك بتتكلم عن الزوجه الصالحه والنكد. طيب تمام ماشي صحيح، عايز ايه سؤالك ايه؟ تمام. دلوقتي دايما الواحد بيتخانق مع مراته دايما انت متجوز دايماً. متجوز بقالك قد ايه يا مصطفى؟ 4 سنين دلوقتي. طيب خلفت الحمد لله منها؟ الحمد لله خلفت معايا بنتين. ربنا يبارك لك فيهم ويفرحك بيهم ويودوك الجنه انت وياها ان شاء الله. في مشاكل بينكم؟ والله دايما بنتشاكل مع بعض على حاجات كده تافهه، حاجات مالهاش لازمه. يعني على ايه يعني؟ عليه زي ايه استاذ بقى؟ انت دلوقتي الرجال قوامون على النساء، انتوا اتنين بتناقشوا في الموضوع واذا اختلفتم قرارك رايك اللي يمشي، صح ولا لا؟ ايوه صح، ما هو القرار دايما قرار انا دايما بيمشي. طيب ماشي، يعني في وضع طبيعي جدا ان لسه انتوا ما خدتوش على بعض، لسه ما ولفتش عليها قوي يعني، لكن ان شاء الله يعني ادعي لها بالهدايه. ودايما يعني السلف الصالح الواحد تقول لو مراته غلطت 5 غلطات بيعدلها 4 ويعتبها على واحده. يعني أيوة ما تمسكش صح. على الواحده هتبقى صعبه على حياتك قوي يا مصطفى، لو صعبت الدنيا عليها هتبقى صعبه قوي، لازم تفوت لها. وربنا خلينا ودنين نسمع من واحده ونفوت لها من الثانيه. بس عاده يعني نوع عند الحق نقول لها اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وخد بالك المراه تكره الرجل الضعيف حتى ولو كانت هي السبب في ضعفه. هي بتحاول تضعفه لكن هي بتكره الرجل الضعيف، فانت لازم تتعامل معها بما يرضي الله وتستحملها عشان تروح الجنه. عندك سؤال تاني يا مصطفى؟ شكرا يا باشا، ربنا يخليك يا باشا، ربنا. شكرا جزيلا لمصطفى. بيلفت نظرنا الموضوع هنتكلم فيه كتير قوي، الخلافات الزوجيه ان شاء الله في المرات القادمه. معانا مين؟ هنادي. ايه؟ مين يا معانا؟ مرادي. طيب معايا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتعرف بحضرتك. تروح ليه؟ اتفضل يا اخي اتفضل. مراسي من البحيرة. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا مراسي. اهلا بيك. بنقول لحضرتك اهلا وسهلا. ايه؟ عندي يعني فيه غازات وحاجات صعبه بتحطها. تمام. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. نعم. اذا صليت فرض قبل لا يعني الصوت مش واصلني يا جماعه، لو في حد معانا من سياده المخرج او حد من الاعداد يقول لي هو بيقول ايه بالظبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعني كده؟ اتفضل يا اخي. بنقول لك انا في الصلاه في عندي غازات على طول. تمام. لو انا صليت الفرض قبل السنه طيب علي حاجه؟ طيب حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. عنده مشكله كبيره جدا، يبقى في هذه الحاله انت عليك انك انت اول ما المغرب يبدا مثلا تقوم تتوضا وتصلي على طول ان شاء الله، وربنا يكرمك ويشفيك ويعافيك ان شاء الله. طيب تعمل ايه بعد كده؟ مهم جدا مهم جدا انك لازم تروح لطبيب، لازم تذهب لطبيب وتتداوى. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: تداووا عباد الله فان الله عز وجل لم يخلق داء الا جعل له دواء. مهم جدا انك تذهب للطبيب وتصلي حيثما استطعت، وربنا ان شاء الله يتقبل منك. وربنا يا جماعه مش عايز اجسام مترصه، الله سبحانه وتعالى يريد قلوبا تخشع، المهم قلبك خاشع لله سبحانه وتعالى. لكن انت تتوضا وعلى قد ما ربنا يقدرك وتصلي وربنا ان شاء الله يتقبل منك، تصلي الفريضه حتى الاول وربنا يتقبل منك ان شاء الله سبحانه وتعالى. معنا استاذ خالد من هنا. استاذ خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولاي؟ أهلا بيك، كترتنا ونورتنا، اتفضل. الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يديك الصحة. لو سمحت والله أنا عندي سؤال. اتفضل، اتفضل يا أستاذ خالد. الله يبارك لك. واحد خطب واحدة ودفع مهر وشبكي فلوس يعني. وبعد كده بعد فترة يعني شهور كثيرة كده 7 5 6 شهور ما حصلش نصيب. وابو العروسه كان عاوز يشترى الذهب بالفلوس دي، عايز ياخد الذهب، اشترى بها ذهب يعني، عايز ياخد الذهب بتاع البنت ويرجع له الحاجه اللي فاضله الثانيه، مش كده؟ وياخد فكان الذهب يا مولانا ثمنه ارتفع.
ايه؟ كان الذهب في الوقت في الفتره دي ثمنه ارتفع. تمام، ثمنه ارتفع. يدفع الذهب ازاي يعني؟ تمام. ياخد الذهب ولا ياخد الفلوس اللي دفعها ايه؟ طيب حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. خطب واحده وحصل مشكله بينهم، وعايز طبعا ولي امر البنت يرجع الذهب. يعني الذهب اذا كان يعني مثلا 100 جرام يرجع عليه ان هو يرجع ال 100 جرام، هو جاب لها 100 جرام، خلي بال حضرتك، يبقى رجع لها ال 100 جرام. 100 جرام دول بقى كانوا بالزمن اللي فات كانوا بثمن دلوقتي بالسعر الموجود دلوقتي، يعني لو الذهب موجود نقدم الذهب، رجع له ذهب تاني. طب الذهب مش موجود واتباع ولا حاجه، يبقى الذهب بسعر ايه اليوم اللي احنا عايشين فيه. وعلى كل حال يعني الواحد اللي بيخطب بنت لازم الواحد زي ما قلت قبل كده يتحرى عشان ما يحصلش مشاكل. الخطوبه جعلت اصلا عشان الخطيبين يتعرفوا على بعض، هيقدروا يعيشوا مع بعض ولا لا. فاذا حدث خلاف بينهما وهو عطلها مثلا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، يبقى في هذه الحاله الشبكه من حق البنت. طيب افرض ان هو بقى خلاص البنت اللي مش عايزه، يبقى في هذه الحاله ترجع له شبكته. هترجعها له ازاي؟ 100 جرام، يبقى ترجع له 100 جرام ذهب. طب ما فيش 100 جرام ذهب وهترجع له فلوس، يبقى هترجعها له فلوس بسعر الذهب اليوم. نجيب الجريده كده ونشوف الجرام بكام ونحسبها وندي له حقه، وهذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق هذه الفتاه وكل البنات بازواج صالحين يا رب العالمين، وان يعوضها خيرا، انه ولي ذلك والقادر عليه. استاذ عبد المجيد معانا من الغربيه. استاذ عبد المجيد اهلا بيك. استاذ عبد المجيد الو. طيب معانا تاني استاذ عبد المجيد، حاول تصل بنا مره تانية. معانا اسماء من الدقهليه. استاذه اسماء السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه اسماء؟ اتفضلي يا فندم. بقولك انا اللي كنت سأل السؤال سد الدين ده، ينفع له توبه ولا لا؟ سؤال ايه؟ اللي هو سد الدين. ايوه ما انا جاوبت عليه. عندك سؤال تاني؟ لا انا بقولك ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ايه يعني؟ ما ينفعش طبعا. مين قال ان سب الدين ينفع يعني؟ سب الدين ايه؟ سب الدين جريئه. التوبه تنفع ولا ما تنفعش؟ طبعا تنفع. يعني لازم الواحد طبعا يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع اليه، اكيد طبعا. ربنا بيغفر كل حاجه ما عدا حاجه واحده، ما عدا الشرك به. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوبه بس خدي بالك يا فندم، التوبه لها 5 شروط. 1 الاقلاع عن الذنب، 2 الندم على ما فات، 3 عدم العودة إلى الذنب، 4 رد المظالم لأصحابها، مهم جدا، رد المظالم لأصحابها، 5 أن تكون التوبة قبل الغرارة، يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. اللي سب الدين ده له توبة؟ نعم، يمكن أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يغفر له؟ ممكن ربنا يغفر له، يعني ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، مش يغفر له بس ربنا، لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده ربنا سبحانه وتعالى هيبدله سيئاته حسنات، وهيرضى عنه وهيكرمه في الدنيا وفي الآخرة. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم طريق النور. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي اعتدى على شاشة قدام حضراتكم. معنا مين؟ أحمد من الشرقية. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معالي الجيش، اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بك. والله في سؤالين او سؤال سريع كده. السيده متزوجه بقالها 20 سنه. السيده المتجوزه ايه؟ بقالها 20 سنه. تمام. زوجها بيشتغل واغلب شغله علاقات اجتماعيه مع المجتمع، سيدات اكثرهم يعني. تمام، ده شغله كده يعني. تمام. هي عامله مشاكل بالكلام تسببت في خلافات فتره طويله. عشان ايه؟ عشان بتغير عليه يعني؟ عندها غيره عليه عشان بتغير على جوزها. هل يجوز للزوجه انها تعمل كل على التليفون وتفتش وراه وتعمل مشاكل؟ حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. الموضوع مهم جدا وبيؤدي الى مشاكل كثيره جدا يا جماعه في البيوت. ان الزوجه ورق ماسكه التليفون بتاع جوزها عماله تدور تشوف واكلم مين النهارده وما اكلمش مين النهارده. وانا بقول لكل زوجه شايفاني دلوقتي، لما تمسكي تليفون زوجك وتقعدي تدوري وراه لازم هتلاقي حاجه تزعلك. لما تمسكي تليفون جوزك وتدوري فيه، ده مسلك من مسالك الشيطان.
المهم خلي عندك ثقة في نفسك، وخلي عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وثقة في زوجك، وحتى لو أخطأ لمحيله من بعيد وعيش. لكن كل شوية أنت كلمت مين، أنت رحت فين، أنت جيت منين، ده مش كويس، ده بيؤدي الى يعني الغي. وبعدين ده احنا بنعذر بعض زي الزوجه في كده، ساعات تبقى عندها جزء نوع من الغيره، لكن في غيره صحيه وفي غيره مرضيه. يعني الغيره المرضيه ان ست قاعده جنب جوزها عارفه في التليفون بتاعه اكتر ما هو يعرف في تليفونه، ودي مشكله كبيره جدا. وفي زوج بيوصل مراته للمرحله دي للغيره، انه ياخد التليفون مثلا، كان له تليفون ياخده يروح على البلكونه يتكلم فيه، او ياخده في اوضته يقفل عليها ويتكلم، فبيدي شك للزوجة. فانت لازم تطمن كل زوج شايفنا، يطمن مراته، وكل زوجة شايفانا من فضل حضرتك. يعني ربنا قال في الحديث القدسي: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. فاذا خان احدهما الاخر نزع الله سبحانه وتعالى بركته. والخيانة ممكن يعني صعبة، مسألة صعبة جدا. فكل زوج لازم يتقي ربنا سبحانه وتعالى، وكل زوجة تحافظ على جوزها. لكن أما يصل أمر مرحلة الشك والريبة فيه في كل تصرف، وانت كلمت مين وما كلمتش مين النهاردة، وعملت مين وكلمت مين، يعني بعض الزوجات تقول لجوزها انت كلمت 7 دقايق، كلمت قلت فيه ايه، وانت قلت ايه، وانت قلت، هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. لو كل زوجة تثق في زوجها حتى لو أخطأ مرة، المرة الثانية هيراجع نفسه، لك ما يصحش كده، أنا غضبت ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده بيؤدي إلى مشاكل ومتاعب في الأسرة. حاول معاها وربنا يهديها لك إن شاء الله، إنك توصل لها دي الرسالة. يا ريت تكون شايفانا وسمعانا وتتعلم هذا الدرس المهم جدا. معانا عبد المجيد. أستاذ عبد المجيد رجعنا تاني، أهلا بيك يا أستاذ عبد المجيد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد المجيد، كل سنة وأنت طيب، إن شاء الله تكون بخير. لو سمعت يا دكتور، حكم القائد لما تحلم إن هي بتصلي، حكم إيه؟ بتقوم تصلي الفجر. آه، حكم إيه يا جماعة، بتقول إيه؟ ألو؟ الحائض بتصلي. الحائض بتصلي، آه، تصلي ولا ما تصليش؟ طيب، شكرا جزيلا. يعني الست، المرأة الحائض تصلي ولا ما تصليش؟ لا طبعا ما تصليش، هي معفية من الصلاة ومعفية من الصيام، لكن ممكن تذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن أعظم حاجة في الدنيا يا جماعة هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن هناك نعيما في الدنيا أعظم من نعيم الجنة. في نعيم في الدنيا أحسن من نعيم الإيه؟ اللي طبعا من نعيم الجنة. قالوا: معقولة بقى في نعيم في الدنيا أحسن من نعيم الجنة؟ قالوا: آه. قالوا: طب الحقنا، ما هذا النعيم؟ فقال: هذا النعيم هو ذكر الله رب العالمين، انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. معانا ام يوسف. يا ام يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور محمد؟ ازاي حضرتك يا ام يوسف، اهلا وسهلا. ربي يخليك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي معايا 3 ولاد بس تعبيني شويه. ربنا يبارك لك فيهم ويدعوهم لك يا رب. نعم يا رب يخليك. فباجي مثلا اتنرفز عليهم وادعي عليهم، وبعد شويه بزع ان انا دعيت عليهم. طيب، حاضر يا فندم. ما ينفعش تدعي لاولادك يا ام يوسف، شكرا جزيلا. بس تدعي لهم الهدايه يا رب، يهديهم لك وبارك لك فيهم وتفرحي بيهم ان شاء الله، وتاخدي اختي مريضه كورونا، معلش بالشفاء يا رب يخليك. ربنا يشفي اختك ان شاء الله، ويشفي كل مريض بالكورونا او بغيرها، انه على كل شيء قدير. ربنا يهدي لك اولادك ان شاء الله. بس عايز اقول نصيحه لكل ام شايفانا دلوقتي ولكل اب شايفنا: لا تدعوا على اولادكم، ادعوا لهم بالهداية. ابنك ده فلذة كبدك، أحب حاجة إليك في هذه الدنيا، فأنت أوعى تدعي عليه. فربما صادف ذلك أن أبواب السماء تكون مفتوحة فربنا يستجيب. طب أعمل إيه؟ ما ادعيش عليه، أدعي له بالهداية وبالتيسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رحم الله والدا أعان ولده على بره. يعني برضو أب عن ابنه على بره، كان أب صالح وبيرضي ربنا سبحانه وتعالى في ابنه. ومشكلة العقوق بقت مشكلة كبيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأدي البنات ومنع وهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث جميل قوي ورائع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فريد يعني كل ابن شايفنا يحترم أمه ويعملها المعاملة الطيبة اللي ترضي ربنا. معانا اتصال تليفوني آخر. معانا أبو أحمد. يا أبو أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخي، اتفضل. بعد اذن حضرتك. ممكن بس تعلي صوتك شويه عشان اسمعك، اتفضل. ماشي. لو سمحت، الاب اللي بيظلم ابنائه في المعامله والميراث. الميراث ايه؟ هو الاب ما ماتش عشان يبقى فيه ميراث. تمام. الميراث ده بعد موت الاب. وزع. وزع وزع بقى، وزع اللي عنده يعني. ايوه. وفرق بين ولاده. تمام. تمام، حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. فيما هو كان موجود شقه اساسا بيعها لابنه من الاول خالص. تمام. بمجهود ابنه يعني. ابنه اللي جاب الشقه ولا الاب اللي جابها؟ ابنه بنى الشقه. باع الشقه؟ بنى الشقه. تمام. هو اللي بنيها. تمام. وكتبها له بيع وشراء. مين اللي كاتب لمين؟ الاب اللي كاتبها له ولا الابن اللي كاتبها له؟ الاب كاتبها له بيع وشراء. الاب كاتبها له بيع وشراء. لان هو اللي بنيها على حسابه. ما هو اللي بناها على حسابه، تمام، والاب وافق وبناها له، تمام. حلو كده؟ تمام. جه بعد كده راح جاي مقسم البيت بما فيه هو دوت. يبقى ايه الحل؟ طيب فندم اشكرك شكرا جزيلا. موضوع مهم جدا، العدل بين الاولاد مطلوب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لما جاله النعمان بن بشير وقال له يا رسول الله انا مراتي عندي متجوز اثنين، ومراتي احدى زوجاتي عندها ولد، عايزاني اكتب لها جنينه، ما عنديش البستان ده، اكتبه لابنها يعني. فالرسول ساله يعني، قال له اعطيت سائر ولديك مثل هذا؟ يعني اديت له كل عيالك زي كده؟ قال له لا، ده هي جنينه واحده ومراتي اصرت ان اكتبه لابنها يعني. فقال عليه الصلاه والسلام لا اشهد على جور، يعني ظلم، يعني عدم عدل. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الفقهاء قالوا يسن للأب أن يعدل بين أولاده حتى في القبلة. أنا بلاحظ دلوقتي أن بعض الأباء عندهم حاجة فيجي يكتب كل ما يملك لأب الابن من أبنائه ويسيب الباقيين، ده حرام شرعا. أو أن هو يوزع الفلوس اللي عنده لأولاده ويقعد هو، لا، ممكن تحصل لك أنت مشكلة، ممكن تمرض، ممكن لو خدوا فلوس أولادك، خدوا فلوس وخدوا منك كل حاجة، ولا حد هيسأل فيك. أنت خلي كل حاجة باسمك، واكتب ورقة كده وقول فيها عندما ألقى الله سبحانه وتعالى ليأخذ كل وارث ميراثه كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن ما تخصش، ممكن تخص ابنك ده المريض التعبان بحاجة يعني اللي محتاج تجيب له، لكن انك انت توزع تركتك وانت موجود اعتقد ما ينفعش. او انك ما تعدلش، تدي لده كذا وتدي لده كذا، ما ينفعش برضه. وبعدين بعد عمر طويل ممكن الاب اللي يكتب لاولاده ده بورث ولاده التانيين حقد وبغضاء وكراهيه لا تنمحي على مر الظهور وكر السنون. فمحدش يكتب لحد، كل حاجه باسمك، اما تلقى الله كل وارث ياخذ ميراثه كما امر الله سبحانه وتعالى. معانا استاذ محسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ محمد وداد. اهلا بيك يا استاذ محسن، ازيك؟ اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ، عامل ايه؟ والله بنحبك بالله يا اخي، وبنحب البرنامج. احببك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يسترك ويكبر خاطرك، اتفضل. والله يا فندم انا عندي مشكله بس. اتفضل. مشكلتي ان انا كنت متجوز واحده قبل كده من قريه اسمها الشيخ حسن. متجوز واحده ايه؟ متجوز واحده، اتجوزت واحده قبل كده يعني. تمام. وقعدت معايا 3 شهور وطلقتها. ليه كده؟ لان هي اللي طلبت الطلاق يا شيخ. طلبت الطلاق ليه يعني؟ طلبت الطلاق، قالت ما بحبكش وما ينفعش نعيش مع بعضينا. ما ايه؟ قالت لي ما بحبكش، ما ينفعش نعيش مع بعضينا. قالت لك ما ينفعش نعيش مع بعضينا، طيب تمام. فانا بعد ما طلقتها خدت مني حاجات بسيطه يعني كده. رحت ايه؟ خدت مني اي حاجه بسيطه كده. تمام. خدت يعني ايه؟ خدت 20 جرام ذهب. طبعا بعد ما طلقتها قعدت 6 سنوات ورحت اتجوزت واحده من مدينه صمالوط. تمام. من مركز صمالوط. اتجوزتها في شهر 3 اللي فاتت، اللي بقالي سنه يعني. طب تمام، عايش معاها دلوقتي يعني؟ هي شيخ كل شويه زعلانه، وكل ما اكلمها تتنفس وتتعصب. ماشي، وانا عايزك تدوس على البرنامج ده قوي يعني. انت بتزعل الستات ولا اختيارك مش كويس؟ لا انا اخترتها، ما حدش اختارها، انا اللي اخترتها يعني، ابويا وامي ما راحوش معايا، انا اللي اخترتها. طيب تمام، بتزعل منك ليه بقى؟ زعلانه منك ليه؟ رحت يا فندم خطبتها، قعدت 6 شهور. طبعا لما رحت قعدت 6 شهور، اتجوزت بعد 6 شهور دول، اتجوزت 20/3 اللي فات. تمام. قعدت سنة معايا، يا دوبك قعدت سنة، لسه أنا في سنة يعني. طيب سؤالك إيه بقى يا أستاذ؟ سؤالك إيه؟ سؤال إن هي بتتنفس على طول وتعمل مشكلة
وبتكلم اخواتها وانا مش وانا طبعا مش حاسس ان اتكلم اخواتها. فهي طالبه تليفون وانا تليفون قلت لها تتكلم منه عادي براحتك، لكن هي قالت تدق عشان تليفون. تمام. المشكله ان هي بتتكلم عشان تليفون ودق فيه على طول وبتتنفس. قلت لها انا معيش تليفون، انا التليفون اللي انا اتكلم منه اهلك، هي مش راضيه. فبتزعل تدقها بالخمس شهور والست شهور يا شيخ. تمام، يعني هي دلوقتي غضبانه وزعلانه. فانا تعبان معاها، تعبان معاها، ما اعرفش اكلمها جوه، ما اعرفش. طيب انت سؤالك يعني عايز تعمل ايه يعني؟ عايز تعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه معاها؟ عايز حل. المشكله يا شيخ محمد ان هي توطي صوتها معايا، صوتها عالي، ما اعرفش اتكلمها، بتتنفس على طول وبتدوخ. صوتها عالي، حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. ما ينفعش يا جماعه الست صوتها يعلى على جوزها. ولا يا الراجل صوته يعلى على مراته. الحوار بينهم لازم يكون بالراحه. اللي طبعا الصوت العالي بيؤدي الى تدخل الشيطان، واذا دخل الشيطان نزعت البركه من كل شيء. انت اتجوزت واحده وبعدين طلقتها واتجوزت الثانيه، يبقى ارجو انك انت تراجع نفسك تشوف. لا انت يمكن اسأت الاختيار. لما تيجي تختار المفروض واحد يختار صح، يختار واحده من اصل طيب، من بيئه طيبه هتستحمله. لكن ما ينفعش في كلتا الحالات ان الزوجه صوتها يعلى على زوجها. لازم تقول لها ستوب، لازم تقول لها لا، ما ينفعش ابدا انك تكلميني بهذه الطريقه. الزوج عندنا في القران هو السيد، مش بقول كده وخلاص يعني، لا، لكن بقول كلام ربنا. والفيا سيدها لدى الباب، هو سيدها وتجراسها، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولازم يحترم الزوج، وصوت الست ما يعلاش ابدا على زوجها ولا يعلو اصلا على الاطلاق. يعني الزوج الست لما صوتها يعلى في الشارع او على زوجها وحاجه عوره وجريمه بشعه جدا، وما ينفعش ابدا انك هتعيش مع واحده ازاي وصوتها عالي عليك. انت ارجو ان بس انت اصبر عليها شويه وتحملها، روح طيب خاطرها. ولكن عايز اقول لك حاجه مهمه جدا كمان، ما فيش ست وحشه ولا في راجل وحش، لكن في راجل ما عرفش مفتاح الست دي، وفي ست ما عرفتش مفتاح الراجل ده. مفتاح الست دي اكله، هتلاقي اكله. مفتاح الست دي امها، اقول لها كلمتين حلوين في امها. مشكله بقى لما يبقى مفتاح الست ذهب وفلوس، وانت لا عندك ذهب ولا عندك فلوس، تبقى مشكله كبيره قوي. فاصبر عليها هتاخد ثواب. سيدنا ايوب عليه السلام قال عليه الصلاه والسلام: من صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله سبحانه وتعالى من الاجر مثلما اعطى ايوب عليه السلام. ربنا يعينك ان شاء الله على هذه الزوجة ويهديها لك إن شاء الله، ويهدي كل الزوجات وكل الأزواج أيضا إن شاء الله. معنا صفا ولا مصطفى؟ الصفا صفا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا صفا؟ الله يسلمك. اتفضلي. أنا عاوزة أسأل سؤال وأدعيلكم دعاء. قولي السؤال يا صفا. أنا عاوزة أسأل ما هي الأسباب التي توصلنا أو تدفعنا لمقام حسن الخلق؟ ما هي إيه؟ الأسباب التي تدفعنا أو توصلنا لمقام حسن الخلق. لما الله الله، سؤال مهم جدا، شكرا يا بنتي، ربنا يكرمك. عاوزة زين. حاضر يا فندم. مقام حسن الخلق، صفا بتقول لنا يا جماعة عايزة أوصل لمقام حسن الخلق. حسن الخلق ده حاجة عظيمة جدا، وأكثر ما يدخل الجنة مش الأعمال الطيبة بس والزكاة والصدقة والصوم، لا، أكثر ما يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حسن الخلق. وخدوا بالكم، ربنا سبحانه وتعالى لما مدح سيدنا محمد ما قالوش وإنك لعلى علم عظيم أو منصب عظيم أو صحة عظيمة، لكن قال وإنك لعلى خلق عظيم. فأي حاجة في الدنيا بلا أخلاق لا قيمة لها على الإطلاق. إذا إحنا يبقى عندنا أخلاق إن إحنا دايماً نكثر من ذكر الله، إن كل يوم الصبح نقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم يا جماعة بحاجتين، هم يا رسول الله عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قد قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. فلنهلك هذا العدو المضل المبين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقام حسن الخلق يعني يقول عنه العارفون بالله: إن الله عز وجل قسم الأرزاق كما قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. فالأخلاق برضو رزق، كل واحد فينا عايز يبقى عنده أخلاق عالية وكل حاجة، لكن الأخلاق دي رزق من الله سبحانه وتعالى. فتصل إليه صفا إن شاء الله بكثرة طاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى.
معانا ام محمد. يا ست ام محمد السلام عليكم. ايوه يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام محمد. انا جوزي متوفي من شهرين. البقاء لله. انا جوزي متوفي ومش قادره يعني ننسى، وتعبانه نفسيا يا دكتور. زعلانه متضايقه. طيب سؤالك عايزه ايه؟ عايزه ايه يعني ازاي تتخلصي من الضيق ده؟ وال طب القرص حضرتك يا فندم، بيقولوا لي القرص بتطلع لما تاوب بتستفيد منها بحاجه يعني. حاضر يا فندم، حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. جوزها مات من شهرين، البقاء لله، ربنا يرحمه برحمته. ولازم تعرفي حاجه مهمه جدا، تصبري وتحتسبي، لان هقول لك حاجه مهمه جدا. اولا جوزك ما ماتش ناقص عمر ولا ناقص رزق، لن تموت نفس حتى تستوفى حاجتين، اجلها ورزقها. الحاجه الثانيه بقى يا ست الكل، لو عرفت بقى ثواب الصابرين عند ربنا سبحانه وتعالى، لو صبرت على فقد الزوج. انا عارف انك نفسيتك تعبانه ومتضايقه، لكن تصبري. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. جزاهم عندك يا رب تلت اوسمه ربانيه للي بتصبر، لحضرتك لو صبرتي. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. الله يصلي على الصابرين، هذا هو الوسام الاول. الوسام الثاني، الله سبحانه وتعالى يرحم الصابرين. الوسام الثالث، الله يهدي الصابرين. فإن تصبري واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى، وكلنا في النهاية سنلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صحيح الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، لكن الصبر مهم جدا، وربنا إن شاء الله يعوضك خيرا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني احنا طبعا بشكر كل السادة اللي اتصلوا بينا وادعي لهم بالتوفيق والسداد، واحنا متواصلين مع حضراتكم وبنتكلم طبعا عن الزواج، ازاي الواحد يختار زوجته. انا احكي لكم بس حكاية واحدة في وقتنا فيما تبقى من وقت. الإمام أبو حنيفة النعمان لما جه يتجوز عمل ايه؟ راح لخالته، كانت امه ماتت يعني، فقال لها يا خاله انا عايز اتجوز من البيت ده. دايما كانوا بيدوروا على البيوت يعني، بيتجوزوا من البيوت يعني. فروحوا شوفوا لي البنات الموجودين في البيت ده ايه وقولي لي. راحت هناك وقالت لي يا ولدي البيت ده فيه بنتين. واحده جميله قوي وحلوه ما شاء الله وبيضه وكويسه، واحده سمراء بعين واحده. هو يختار انا، فاختار يا ابني اللي يعجبك هجوزها لك. وتوقعت ان هو هيختار الزوجه اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الجميله الحلوه، كلنا كده. طيب لكن هو قال لها يا امه، شوف الامام بقى العظيم هو بيتجوز عشان الشباب يتعلموا، قال لها يا امه ايهما اكمل عقلا؟ اللي بتفكر صح ودماغها كويسه ما بتنكدش على جوزها، ما بتعملش غم في البيت ولا مشاكل في البيت ولا متاعب في البيت. فقالت له بصراحه يا ولدي السمراء ذات العين الواحد افضل من دي واخلاقها عاليه من دي. قال لا يا أمه ستتزوجها على بركة الله. قالت له أمرك غليب يا ولدي، تترك امرأة جميلة بيضاء وتتزوج من سمراء بعين واحدة؟ شوف رد الإمام العظيم قال لها إيه. قال لها يا أمه، كلام مهم قوي يا ريت ناخد بالنا منه. قال لها يا أمه إن حقيقة المرأة لدى كل امرأة، الستات زي بعض، إن حقيقة المرأة لدى كل امرأة ولكن الأخلاق ليست لدى كل امرأة. يا سلام، كلام عظيم أوي والله. ولكن الأخلاق ليست لدى كل امرأة، عشان كده ربنا أنا في القرآن العظيم إيه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قالش فانكحوا الجميلة أو الحلوة أو البيضة أو الشقرة، لا، ما طاب لكم. ممكن واحد يشوف واحدة سمرة جميلة جدا، وممكن واحد يشوف واحدة جميلة يعني بالنسبة له لا تعجبه، فهي أذواق، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. مهم جدا، شوفوا الامام ابو حنيفه لما جه يختار، اختار واحده من اصل طيب، اختار واحده من بيت متزين. بقول لكل الشباب اللي شايفيننا اذا عايز تتجوز، وكل بنات احضروا المظاهر، احضروا المظاهر، المظاهر خادعه، المظاهر كاذبه، ابحث عن بنت متدينه، ده جواز، والجواز ده هتقعد بيه الى ان يعني يرث يعني الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى، اما ان تعيش حياه امنه مطمئنه سعيده، واما انك تعيش حياه بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. في النهاية طبعا أنا أدعو لحضراتكم جميعا بالتوفيق والسداد. اللهم إن مصر وشعبها في حماك يا رب، يا رب
اللهم إن مصر شعبها في حماك فاحمي حماك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين. اللهم لا ترينا أبدا في وجه مؤمن ذلة، ومتعنا بالصحة والعافية ما أحييتنا. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وعند انقطاع أعمارنا، ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقول يقربنا إلى النار. اللهم أصلح لنا شأننا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام. يا رب قد عم الظلام فنجنا، يا رب قد عم الظلام فنجنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا. اللهم يسر لنا كل أمن عسيناك على ما تشاء قدير. شكر الله لكم أيها الأحبة أينما كنتم، نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.